مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. أصناب شوتر والممثل مؤخرا ريفكا، والذي صنع الحدث رفقة نوميديا لازول بعد تصريحه الأخير. الفتى ريفكا والذي لطالما صنع الفرجة رفقة والديه. بابا لو مان كان لي مولي من حتشوتي لاكوست. اي 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 شكون جوكوفيتش نيمو 1 مونديال. وانت شنو نيميرو؟ ها هو ريفكا يشارك متابعيه خبرا حزين بشأن والده، حيث نجا من حادث مروى بسيارته. كانت مريضه من بعد انا اللي موراها طحت مريض فراش. دوكا صافا الحمد لله. دوكا شكون لحقنا؟ لحقنا ان بادري بيان سور. فوالا دار اكسيدون سلامت راسو، اتمنى له الشفاء. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.